قال الله تعالى بقرة وما تيسر منه واقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. حضرت القرآن أقول لك 6 سنين أدرست فيه 15 سنة واصطلبت في القرآن اصطلبت أعلم أبوي جلس بي بالمعلم يعلم الله قدار 50 ولد مو خاتمين من عندي وبنات 40 90 ودرسهم يكون نايم في الصلاة يجينا هاتف كأن حد دق الباب لكن الصلاة اللي دلوك الشمس إلى ذاك الليل مصروفا عنهم وحاق بهم.